بسم الله الرحمن الرحيم. عقد مجلس الوزراء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر أيلول 2022 جلسته الاعتيادية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي، وقد بيّن في بداية حديثه ما تحقق من لقاءات مع قادة ورؤساء دول العالم في مؤتمر نيويورك، وكانت هذه اللقاءات قد أوضحت الدور الكبير الذي يلعبه العراق في إقامة علاقات متوازنة إقليمياً ودولياً وعالمياً، وقد أشاد رؤساء وقادة دول العالم بما يلعبه العراق في المرحلة الحالية من تحقيق هذه العلاقات لتحقيق الأمن والسلم الدولي والإقليمي في المنطقة. أيضاً أوضح دولة رئيس الوزراء خلال كلمته الافتراضية في قمة التحول إلى التعليم في نيويورك ما حققه العراق من إنجازات كبيرة في المجال التربوي والتعليمي، لا سيما في أزمة كوفيد-19، حيث أوضح أن النظام التعليمي والتربوي في العراق لا يزال صامداً رغم كل هذه التحديات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية في العراق. من أهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هذا اليوم تقديم دعم مالي إلى قواتنا المسلحة، تحديداً القوات الجوية، لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار العراق ومواجهة الإرهاب وملاحقته أينما وجد، لدحره ومتابعة إنهاء وجود هذا التنظيم الإرهابي في العراق. أيضاً من القرارات اتخذها مجلس الوزراء هذا اليوم اتخذ قرار قيام وزارة المالية بتمويل مكتب دولة رئيس الوزراء بمبلغ 2 مليار دينار لتغطية نفقات الشهداء والجرحى الذين سقطوا في تظاهرات المنطقة الخضراء الأخيرة. أيضاً من أهم الأعمال التي جرت هذا اليوم هو استضافة نائب القائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وقد أوضح السيد الفريق أهم الاحتياجات التي تحتاجها قواتنا المسلحة لتأمين الجانب الأمني واستقرار أمن والمحافظة على متطلبات العملية الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى. شكراً جزيلاً.